And I know she'll be there for me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. Yes, I know, yes, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know you can't go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ناس الكل، مرحبا بكم في سهرة الجمعة 7 ديسمبر 2018. يلا أول من التحق الليلة بالشات جنرال ليدر أحمد 69، أهلا وسهلا. قدور غزي مرحبا بيك. عزيز الفقيه أهلا. سوبر سايان جود مرحبا. جيم رول عماد دندابي، أحمد حمزاوي كذلك، دالي ريان، مالك السيد أهلا بيك، قصي بالأخواس، فورتينايت تي إن ونفس فريتس علي، عماد فادي زوفري عدنان. الناس كلها أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في سهرية جديدة. دالي كذلك، سكاي فورس، حما، ناس كل تجال تبع فينا، مرحبا بكم ناس كل وكل ما يختار باش يسهر معانا الليلة. بيان سور كما العادة باش يكونوا رومات العادة والعوايد إن شاء الله. أنا في انتظار يلتحق مالك باش يعطيني الإيدي والمتباس متاع الروم الأولى متاع الليلة، وانتظار بقية عشاق بوب جي يلتحقوا بالبث المباشر. يلا عماد ياسر يقول وقتاش باش تحل الروم؟ ان شاء الله تاو باش تحل الروم، عادش باش تبدا برشا. عسلامة الياس، ياسين بن سالم أهلا وسهلا، فوكس تي في، سامي رو، بلاي لحظة 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 لحظة، سامي برو ذايا كاتب ديجا كومنتير. يا بابا يا بابا اعطينا الايدي ادمين تيت كيما المرة اللي فاتت. سامي برو بالكش يومك تخلص فيا صح. اي 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 وينو ذاي سامي برو؟ يلا الى اللقاء حبيبي.
ملا لعب السيد يخسر من يخدم عنده. حلو الله يا حلو، مزين يا ربي العمل عليك. اذا شك فينا جاسوس، هذي ما يطلع كان جاسوس السيد هذي، دام يحكي باللغة هذي يخسرني نخدم عنده وانا ولا يخلص في. حما اطلع الكومنتير متاع واحد اللي علينا فيه مستواه ديجا يعبر عليه بطبيعته، فهمتني؟ ولا ما يحبش يصبر، مش عارف عليه يخسرني نخدم عنده السيد. ربي يهدي وكها، والله بالحق فريمون. معلش مازلت منها عباد كي هكا، عباد كاتاستروفيك على الاخر. يلا احنا نستناو في اليدي والموت باس من عند مالك باش نبداو ان شاء الله الروم متاعنا. قدرة ربي جيم هيز لاباس. عايش خويا، ميرسي بوكو. ميدالي اهلا بيك. حمدي كمون السلام عليكم سيد، اهلا وسهلا يا سيد، مرحبا. شبيهم جماعة البيرات، خارة في كلم مولا لا ديسكورد يرجع لنا الديسكورد تمشي. شبيه ديسكورد شفهم؟ او لا هنا مالك تشوف شنو هي المشكل، تشوف لكم شنو هي المشكل، كيفهم صارت مشكلة على الديسكورد تو يرجل لكم جوكم. انا نورمالمون وصلتني الايدي والموت باس، يلا نعطيكم الايدي والموت باس تاع الروم الاولى باش تلتحقوا بينا. 3 9 8 5 4، نعاود 3 9 8 5 4. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم الاولاد. ما تنساوش تعملوا جيم بيان سور كالعاده، الفيديو بارتاج لو ماكسيموم. والجماعه اللي مازالت ما التحقتش، مازالت ما عملتش اشتراك، مازال ما عملتش سبسكرايب، ما تنساش باش تعمل سبسكرايب للقناه باش تدعمنا، وما تنساش كذلك باش تفعل لك الجرس اللي بحذاه باش يجيك نوتيفيكاسيون كل ما يبدا عنا لايف. على الابديت يمكن يقصد اي الابديت، عاملينها في بريسك بارتو، حتى لوجيسيال تاع ستريمينغ فيهم ابديت. الكل الكل يعملوا في ميزا جور، مش عارف علاش متفاهمين علينا الناس الكل. يا عبود علي الروم، يلا فتحت الان الروم، نعاود نعطيكم الاي دي والموت باس. راح اخرجها مباشرة على الشاشة. اشتبدل عبد الكل، تبدل عبد الكل عندها. انا عاود 3 9 8 5 4، والموت باس كالعادة الناس كل تعرفها 1 2 3. اندرويد جايمنج هاي كال ايدي والموت باس كيما عندكم في الليكرون كيما تشاهدوا فيها. يلا اخر مشترك سجل معانا في اللايف هو اكتشف اخر واحد. يلا شكون شد بلاصت اكتشف؟ اكتشف يكتشف اكتشافا. ويت بليز. اوكي عبود علي عمالك يقول لكم راه الديسكورد طايح، تو يرجع، ممكن السيرفر طاح خاطر فما ابديت ولا حاجه. يلا انا بدي نلتحق بالروم مع الشباب، شد بلاستي. 53 لاعب التحقوا الى حد الان. يلا فما كينج جينيس مع سامح،
سامح صحصاح، دالي ريان ولا شنوف، ديما نشوفهم في تيم واحد. تيم اثنين فيه تي ان ياسين، حسين كمون، او جي معتز وملك السيد. تيم ثلاثة فيه الليدر، من الليدر 69 فما شاكيب، فما زيد، فما ياسين وعادل ادي. تيم أربعة لاعب ستالين، شيزام ستالين، مميش، متيانيس، فما جلال وفتوحي طه. تيم خمسة، يلا 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 بسرعة. تيم خمسة زوفري، قدور، إيغريك بي اس، وليوناردو شمس. التيم ستة مازال مش كامل، لكن فيه سامي 1989، أحمد، جوست ميلك، و ميلي ليدرز، فما عزيز. تيم سبعة، السلام عليكم رفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تيم سبعة، في الديسكورد يا رفيق، صارت مشكلة صغيرة، حاسيت صار ميزاجور صغير، دونك الشباب الكل كاع عمل ميزاجور نتاعو في ال انا قاعد نستعمل فيه، ما نعرفش هما عندهم مشكله من نوع اخر، خاطر انت ديجا تكلم فيه عن ديسكورد تو. اي لا تطورك تطورك، ما انت صعب المزاجور الوقت. اوكي داكور، صار انتقام عم تحكيت خمس دقائق. فهمتك. اوكي طيب، احنا نواصل نتعداو للتيم. تيم ثمانية فيها محمد صلاح، وجيه ميلي ليدرز، ايفا 96، وولد راي. تيم تسعة فيه الياس 24، بلشيت، غارينغا، و ديابلو تي ان، بدل اسمه ديابلو تي ان. يلا تيم عشرة، روليانز، متين جي، فما الياس، بيرلان، ولا جوكر. تيم 11 فيه امين، محمد امين واحد، كاليز اربعة، و سلام. تيم 12 من لي ليدرز ديما فما زايد او ينقز، حمزة، من بيرايتس فما ايرامي. تيم 13 فيه الباندا فخري، علي العياري، وفرحان. تيم 14 شيمال ميجري، حسام هميلة، بيست هانتر، وحسني 98. تيم 15 فيه فارس تي ان، شادلي ليدرز، وجدي، ورفعك. تيم 16 فما أسامة، سايب صالح، زوس، ونوب دي. تيم 17 احمد، ناسكو، ذا كيلر تي ان، وفادي. تيم 18 احمد، ياسين، ايس، وعبدو. تيم 19 فما لوروا، نضال، بيلا، لكن، وابو رعد. تيم 20، تيم 20 لا هما مية، معناه ينجم يبدا، ما فماش حتى مشكل، معناه ينجم يبدا على روحه، مية معناها 99 تو ولا. اما جوست انا كنت نستنى في الجماعة توصل، ووصلت عندها برشا، ذولي قاعدوا يستناو فيا انا نكمل ديجا الاسماء نتاع الاولاد الكل. يلا احنا كاملين نورمالمون، نجمو نبداو الروم الاولى نتاعنا. Thank you.
رمزي عارف. اهلا يا رمزي، مرحبا. ان شاء الله يا مهف، فما روم اخرى بعد هذه. هذه الروم الاولى بد مازال كي بدات ديجا. ان شاء الله بيان سور بعد الروم هذه فما روم اخرى بقدرة ربي. يلا خروج الطائرة باش تكون باسم شكون؟ زوفري. إلى حد الآن يفتك الطائرة. زوفري هو قائد الطائرة. الطائرة تراجيكتوار متاحها باش تبدا من ميلتا باور شيلتر لبريزون وبقية الأماكن، مرورا بوسط ميلتا نوفو قريبة، باز مينيتير قريبة، بوشينكي كذلك على الخط. ممكن باش نتصور فما برشا كونوا باش يختاروا باش ينزلوا ان شاء الله باش ينزلوا بعد شويه. ممكن فما باش يختار باش يغامر ينزل في مناطق قريبه، هذا ما باش نتابعوه مع بعضنا ان شاء الله. في رد لسؤال الاخ ولا الزميل ولا الصديق دافيد جيتا سوجي يسال يقول قداش فما من روم الليله؟ ان شاء الله باش يكونوا 3 رومات. هذه الروم الاولى مازال كي بدات، مازالوا 2 رومات اخرين. صح يا منير، اهلا وسهلا يا منير، مرحبا. يلا هذه عملية النزول، احنا باش نتبعوا اخر عملية النزول وين باش تصير، باش نحاولوا نركزوا. ممكن حاليا فما من تيم 12 وتيم 18 يختاروا النزول في الباز مينيتير، لكن باش نمشيو النوفو. اقرب نوفو فيها 3 تيمات، تيم 1 تيم 9 والتيم 15. يلا الياس 24 يخلص على دالي ريان، تبدأ المواجهات. يلا ناخذ الكاميرا على تيم 9 نشوفو غارينجا وين موجود. غارينجا لين مازال بشوتجان. غارينجا معاه ديابلو تي ان، معاه بلشيت والياس 24. صح لي وحبيب، جيت متأخر شوية عن الروم الجاي إن شاء الله. أيمن قال سلام رفيق، سلام شباب، أهلا يا أيمن، السلام عليكم ناس كل. يلا احنا قاعدين نتبعوا في مواجهة في منطقة نوفو الآن. في نوفو خلاص تيم واحد يخسر خدمات لاعب كينج تونيس دالي ريان متنوكي سامح لهنا والاشنوف يختاروا ياخذوا باتو ويغادروا المنطقة. هذا نعروس يطيح لعب بانوي. هلا اذا يقعد التيم 9 الياس لنا يخلص على شهير ليدرز فارس ينوكي ديابلو. ناخذو طلع على فارس. فارس يلعب مع ليدر رافك، عندهم حاليا عنده حاليا بليتو دي بي 28. هذا سامي طايح لاعب ياسين في منطقة أخرى. يلا تيم 15 وين أين أنت يا تيم 15؟ تيم 15 فيه لاعب نوكي أصلا. شقد فارس فقط وحده او فارس يستعمل مولوتوف الان. غارينجا لنا يخلص على لاعب تيم 15. ستاليني طيح فارس الان، فارس بدوي
يلا يمكن هنا المواجهة كمش ما نقولوش أكثر ممكن محسومة لنا للتيم 9، يقد لعب من التيم 15 نرجعوا له بأكثر تفاصيل. يلا مو غاديك نعملوا تنجيزة خفيفة ونمشيو للكومبارتيمون تاع لي باز مينيتير، المنطقة العسكرية والمطار، وناخذو ونشوفو شكون فيهم. فيهم زوز تيمات، تيم 12 كامل في حمزة زايد مالك الرامي، وثلاثة من تيم 18 حاليا اللي هو عبدو ايس واحمد احمد. يلا لنا اسامة يطيح نضال، يلا فارس تي انا وكنشوفوه يتيح الان على الصورة. اسامة اف 13 كذلك ينوكي لاعب اخر الان. يلا ممكن لنا فماش اكثر مواجهات، جورجو بول فيها ثلاثة تيمات كاملة، الناس كلها وصلت معناها. يلا ناخذو تيم 25، ايس يطيح زياد الان ولا زايد عفوا. يلا تيم 25، تيم 25 ديجا عمل الفايت متاعو وخلى كان اللاعب لوروا، لا تدخل لوروا وبلا لكن من تيم 19. الله جميلة منك لو صورة تقف. يا عدنان الايدي والباس تاع الروم، ديجا الروم تلانسيت ما نجم حتى باش نعطيك الايدي والمود باس ما تنجمش تدخل لها خاطر الروم سي بديت خويا. كان استنى شويه تنجم تشارك معانا في الروم اللي بعد هذه. الاولاد كالعاده الصوره تتوقف من عند ليميلاتور مباشره بدون سابق انذار للاسف الشديد، دونك احنا ما نجمو نعملو كان ام تي رو ديماراج في انتظار اصلاح الخطأ من عند ايميلاتور اللعبة. يلا عدي نقطة تبعنا لهنا خويا تو يوصلك اليدي والمود باس ان شاء الله تاع الروم الثانية على المباشر. شوفوا المباشر سيد الحكم، هذا اللي ميلاتور يعمل في ريدي ماراج وحده يحب كيك تمام. يا ميلاتور مهبول يجي يوقف لك الصورة معناها على كيف كيفه. يلا معليش قررش في بوشينكي. انتم في بوشينكي؟ زيادة في بوشينكي تشبيه. دخلت مع هذا اللعبة، ما لك مش تسمع فيك. دي نسخة لك انت اللي في الدار قدامي. يا ريس مدة. معكم واحد هبط في الكوكب. ليه نحن هبطنا في كارلوفو عرفتها. يا دي احنا هبطنا في بوشينكي. الأربعة هبطوا في بوشينكي. يلا عودة للبث المباشر، ناخذوا تيم 22 اللي فيه برلان. برلان وحمار. وهذاك ما لسحوك هبطوا بحذانا نحن فكانوفو والكونتينرات. ترى؟ ليه صح؟ بيت تلقيه بحذايا غاديك هذاك علاش تسمعوا فيه. ليه بعيد عن نوفو، بعيد عن نوفو بعيد عن يلا لنا في مواجهة لهنا حاليا. مالك باش نسمعوا في بعض؟ والله ما نعرف. الفوق الفوق يا حسني الفوق. هكا شيء من فوق يا حسني من ناحية يا حسني
يلا دخلت بعد 14 يا اخي فاروق، اربع سكوادات هبطوا معانا في كوشنكي. وين مشيت يا رب؟ والله بصحته صار زبي بالجرينات نقصت بالسيف. ديميلاتور دخل بعضه يا شباب، والروم دخلت بعضها. لا يا عزيز، ان شاء الله باش تكون روم اخرى. الولاد ما نحكي لكمش الصوت في اللعبه كيفاش اصبح معنا. شنو عليك يا رفيقي؟ يهديك ربي يود عليه. طب شنو بعفو لكم يا صاحبنا؟ هشيم يمينك، هشيم يمينك، هاو كاو كمينك، هاو كاو كمينك. الصوت في اللعبه معناها. بضرب جرينيد، فرقع. بالله الاولاد، بالله ما دام تسمعوا فينا، بالله نقصوا، بالله تكلموا من غير كلام زايد. يرحم والديكم الناس الكل. اسمعني يا شنو، ادخلوا واحد وراه الاخر، ادخلوا. مالك هذا تبعنا؟ مالك اللي لكلكم شايبه؟ ايه ما تعرفنيش انا، ما انا طايحك واحد صاحبي انا. اي محسوب، انا طيحت داي برو، كان اللي كان يلعب معاكم انا طيحته، مش مشكل طيحته بطريقه. لا داي برو مش تبعنا، يلا نحن كنا اللي دارز راه انت شوف اقرا انت كنا تقرا اللي دارز. يحز لكم فوق يوم بيكا هو والله. اسمع عمال قديش ليس، يا ليس اسكت، يا ليس قتلتك راني، ليس اسكت. اشنو فينا يطيح لعب ايوب ممتاز يطيح فاروق؟ ايوب اكس اكس ما تكون يلعب لما ايوب قتلوني بس كايس من بعيد يحلو في فهمهم. يا فاروق فسخ 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 يهز فيه يهز بيه بيه تسكر عم داروا بيك مش بيه خاضة تحكي مثل العرس تخفني ليس الله يمكرني حطني بحلى صاحبة كرام حطني امسك عليه شوي يلا مضطر باش نقص الصوت نتاعهم في المباشر. مازال فما شكون عايش فيكم؟ ايه انا جاي للجامعة، مازالوا ثلاثة. اي للجامعة، جاو للجامعة. اي جا حق الكل تكبي يلعبوا مع بعضكم، يجوا للجامعة ومعنا طيب معنا صاحبنا. يلعب معاك. كلها قاعدة تكبي راه. ليه مش كم فيه ولا
انا وين السمعة بالضبط تو كيفاش نضرب معنا ولا كيفاش؟ كان تحب نلعبوا مع بعضنا مش مشكل معنا. اوكي مالا بالرسمي راه وكان ما ترجع اذا فتوحي طايح فما بيك انت ميت راه على فكره. اي انا ميت كلمه الموت مالا ميت تحكي انت بس تسمع فيهم يا حسني هذوما ميتين قاعدين يفركوا فيهم يستخلوني ما نفهمش. هي المهم انا طايحك سحبنا نحن سحبنا مازال حي مالك اللي طايح. المهم انا قتلت لكم دايبر معناها مش ايه بنتي مش تبعنا دايترا هذا يا بنت هو تبعكم قبيله برك دايترا دايترا يا ولا ايش بهم جماعه هذوما هي اللي عاملين الجبر بين نهار الجمعه كان جيت سبت ولا ايش نجيبونا نجيبونا ها سيمر انت شبيه هبلت لعبي تحول عليك وسام هاوي دقدق فرو صاحبي نص طاحت يا نادي بالله سام ربا يقول له انا وين الجامعة غد اي سام رمشي ولا جامعة اي سام ريجي ايجا بحذينا يا دي ليه من جيش صاحبي من جيش حلفهم كلاح اسمعني خوية ما تغرك ورجالي مرسي صاحبي مرسي لا اسمك سامر وتعمل تحت بغيان يا حسني شو بدك هذا ياسين يطيح سمين بدك بناندوري والله يا جماعة برجولية هبل زعم احمد والشلة مات وشهير شو بيه الجرافيك شو اللي فهم انا سيمو يا الوليد يا الوليد اسمعوني اسمعوني مرة جينا متحالف راه بضيق برجولي والله يا صاحبنا قاعد واحد بركة واستنى فيكم من الجامعة كيفاش تجيو هيا ولا اختانا عاد خلي هادي مش بوشينكي نحنا مش بوشينكي اللي تكذب علي لحظة نتأكد فما اوكي فما شوية لاج داكوردو الكينج يحكي معاكم الكينج يحكي معاكم كلم فيكم واحد يا الكينج اي بي تينا كينج ميد كينج كينج الكينج غدروه الكينج غدروه امره يا اخويا هذاك قانون اللعبه الحرب هي غدره ما الا غالب تحت نلعب مع بيت ما همش رجال الا غالب غسان حفساوي يضحك على انفاس الجامعه الانجليز ما فهمش الجامعه في بوشينك فما الجامعة بوشينكي هديكم ربي يلا تيم ثلاثة نتبعوه يدخل دو كيلر بحذية مع الخط يلا الروم فور يجي على التيم هذا عبد القادر يتيح حسني طيح نسيكم ممتاز يلا شويه فريد شو ياسر حس في الجماعه حل الاول مش فاهم يلا نمشيو نعملو طلع على تيم 25 شوية تيم 21 هذايا فيه سيف فورفيكس من لي بيرات وفيه ريان ابيسي كذلك يلا تيم 23 يقعد فيه اللعب ايوب فقط يلا تيم 25 اللي مازال
ديابلو تي ان ممتاز. سامي الان يطيح بسلاح الاميني كاتورز ناسكو ممتاز يطيح السلام اشنوفي ويطيح فادي يلا هذه الفورفيكس قاعد يتوجه للاير دروب هات نشوفوا الاير دروب هذا او ممتاز في اوام سيلونسيو نتاعو جيلي والكاسك والساك نيفو 3 ويقرب له لا زملاء ويخلطوا على زملاء ويخلطوا لهنا بعدهم متي ما 12 مومش بعد برشا عليهم يا كينغ عليك انا قصت بالكلام زايد مادام تسمع في اللايف خير كينغ تونس بالله يكلم الاولاد قول لهم يتكلموا في الاول وبالله ما غير كلام زايد قول لهم ما غير كلام زايد خلينا نحل الميكرو تاع الجو الياس 24 ممتاز يطيح لاعب رونيانس الان والصوره تاعو تتوقف مره اخرى باش واصل ما يلعب معانا بيه اوكي اوكي صاحبي في بالناس خاطر راه صوتنا واصل اللايف سمعت سمعت يا رفيق يا رفيق بيه وين تحت ما طول توصي فيه هو اللي زال حصا ليه رفيق بتاع الليدر رفيق بتاع الليدر وي اللي يسمع في كهربي راه اي سمعت سمعت ما في باليش انا راه من بكري كنت اتكلم انت اسمعني حكيت نتكلم في باليش صوتنا قاعد يوصل لللايف مش بيلي صوتنا عاد لنا فهمت يلا نتابعوا تيم 12 تيم 12 فيه غارينغا بلشيت الياس ام 24 قرب هذايا تيم 9 عفوا قريب برشا من تيم 12 تيم مالك الرامي اسم الليدر جميع مواطنين بتو تيم 13 قريب تيم 3 فيه كان الباندا مازال وتيم 21 تيم 25 يلا 35 لاعب مازالوا موجودين في منطقة قريبة وقريبة برشا يلا ناخذوا تيم 21 فورفيكس بالسلاح لوام شهير شكون ماتلول نعم خو شكون ماتلول شكون ماتلول او سايب صالح سايب صالح الان يلا ممتاز غارينغا جاء ربي يا عصام الشويلي ركز لنا بجاه ربي على مجدي باللي ورينا مجدي نورنا باللي يتحرك بالسكور مجدي دي يعني مكتوب قاطع على من لبنان يلا غارينغا ترواكيل الان ديابلو بثلاثة كيلات وبلشيت بخمسة كيلات والياس معاهم متي مع تسعة معاها كيل في رصيد وكيل واحدة الى حد الان مجدي يلا تلاقي النار على تيب 25 قاعد فيه زوز ملاعبية يسكت يسكت تطفح تو يسمعوه ساي يعرفوا بلاصة وين خلي قلعنا هو الطرح كيما تنانا يا ودي راه الزون صغار يا مجدي راه يا ودي الزون صغار فاش تعمل هذه كلها كلها التمبير
فريد بلاص هيد مش بيك وراك وراك ازاي قال تين 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 ياسين يتقدم يتغل ويستخدم الطاقة الجري بتاعه والسرعة بتاعه والرشاقة المهم شباب طيب غادي نساولوا فيه فريد نزل مجد لا تسمع فيه نزل يقتحم يأمن المكان فما حد نجمني رفيق انا مش معك نسمع فيك حسين نسمع فيك يغلق في البيبان مجدي بس بس خلاص الموزيع نتاعهم رفيق هذا اللي علق لا حد يا رفيق ايش اللي قلنا ايش شارين ونحب نفصل لهم زاد ما انت كيفاش باش ما يتشكوش ما انت ماشي اللي بيت يعملوا هذا كيتي هذا والله حسين كان خليه نحكيوا فيه بعد الروم هذا خير تبدا لعبه الكل موجوده ومركز واضح 31 لاعب مازالوا موجودين 25 دقيقة و 44 ثانية لم يعد الكثير روسة ممتازة تطيح اللاعب شاكيب بيتشي تيح بورفيكس غارينجا ممتاز يخلص على بورفيكس سلاح الدي بي 28 مجدي مجدي وقعد ناقص يلا هذا ياسين عنده انفيجيال على التيم 25 يطيش عليهم جرونيت مقرونة واحدة مقرونة بها تو ممتازة مولوتوف محاولة أخرى من لاعب ياسين لكن ياسين على ما أظن شافوا سباوت ذكيلر لنا ممتاز يطيح لاعب معتز على ما اظن محاولة اخرى من لاعب يلا لكن ياسين لانه خارج المنطقة لكن ياسين على ما اظن شافوا سباوت ياسين طايح برجولية عصام الشوالة تعجبنا فيه كما واحدة سباوت يطيح بالزون الان جرينجا يستعمل سلاح الفي اساس على احسن ما يكون لشنو في طيح اللاعب منصوري تي ان يلا ياسين باش ياخو مش عارف ايه ياخو السيارة باش يحاول يدخل بها للزون ياسين يلا يخلط في اخر لحظة ياسين يخلط في اللحظات الاخيرة جارينجا يطيح جي او سايب الباقي سايب يسكت مجدي مازلت دقيقة يا مجدي تيح تو مش تكم في فيه صاحبي سايب الخريطة صغيرة وحديك هو 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 وين مش هضرب وين مش هضرب هضرب يلا مجدي دي ممتاز صاحبه ورا شوف رد يا ودي ما تقومش رمز سكراه بجيب ودي صاحبه معاه يلا اطلق النار على مجدي الان من كل جهة من تيم 9 ارجع بس تحصر من تيم 20 طيش سموك يا مجدي هذيك طيش سموك بحبيك وقدام شويه ورقد في الحشيش غبرها ارجع 28 دقيقة معنا ذم الكل يساندوا في مجدي ما اكثر حزكم يا الاولاد ورقد في الحشيش يا ولد يلا جرينجا ممتاز وتين ياسين يطيح ناس كولين كذلك خلي الكاميرا على مجدي شوية بالضبط ورده المسلح يلا نشوفوا جرينجا بخمسة كيلات لين شكون اللي قاعد يشاهد تيان ياسين ممتاز يطيح فادي ديابلو يطيح إيماك لشنوف يطيح مجدي بالهيد شوت ديابلو يطيح كذلك معتز عدونا الروم اللي بعد يلا 11 لاعب يقعدوا زوز من تيم واحد واحد بركة من تيم اثنين ذا كيلر ممتاز يطيح يخلص على مالك وهو بتبيعته يتيح بالزون يقعدوا ستة لاعبين فقط التيم تسعة امام كامل امام زوز لاعبين عزيز تي ان وامام ميش
يلا خلاص المباراة تنتهي بفوز ساحق ورهيب من فريق بلشيت. عمل 9 كيلات كاملة، إلياس 24 عمل 3 كيلات، غارينغا 6 كيلات، وديابلو ب6 كيلات. المرتبة الثانية كانت من رصيد تيم عزيز تي ان، خليل مميش ومعتز ما فما كان عزيز عمل كيل واحدة لكن جاو في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة في رصيد تي ان ياسين بتروا كيل، حسين كمون بزيرو كيل، معتز بثلاثة كيلات، ومالك بكيل واحدة. بقية النتائج تيم 4 كينج تونيس سامح دالي ريان ولا شنوف ما فما كان لشنوف عمل 5 كيلات. تيم 5 كما تشاهدوا فيه بقية النتائج قاعدين تشاهدوا فيها تبعا. حسين معايا موجود معايا على الخط؟ اي موجود معك رفيق. يلا بالله حسين مش حاب عنده تدخل باش نفسروا حكاية هار لحد ان شاء الله. شوية تركيز الاولاد بعدها نمر مباشرة للإيدي والمونتباس تاع الروم الثانية ومالك يحضر فيها. يعني فيسا فيسا شباب في نحب نفسر في فيسا ديجا باش نوصلكم المعلومة متاع نهار الأحد اللي هو تورنوا كبيرة ياسر تحفونا مزيانة وعلى الأخر. أول واحدة تقوم بها تونس بالنسبة للكلانات، أول واحدة تونس أول تورنوا تتقام خاطر تقام تقبل يعني عندها دول، المرة دي باش نعملوها كلانات به. تفسير صغير، هما 6 كلانات تونسية أوفيسيال تابعين لجروب متاعنا تابعين الستريمينغ وتابعين ديسكورد باش يهبطوا في ماب واحدة. كل كيب عندها كل كلان عنده 8 جوارات به. بالطبيعة انت يلزم تفرض روحك، معناتها يلزم تكون موجود في كلان، ما تنجمش تلعب وانت ماكش موجود في كلان معناتها من الكلانات هذو به. كيفاش انك باش تنجم تلعب معنا؟ بالطبيعة يلزم تدخل في كلان تكلم، انت في ديسكورد موجود حاطين الاسامي نتاع الليدرز ومحطوط اسم الكلان ومحطوط كل شيء، يعني تحب تشارك بالطبيعة تكلم اي ليدر نتاع كلان توري الستاتستيك اللي عندك انت في الجيم وتوري برشا حاجات بالطبيعة بعد ما يقبلوك تعدي التيست يا خويا تفرض بروحك ما بين الجماعة اللي موجودين في الكلان، وبالطبيعة كانك من اقوى العباد بالطبيعة باش تطلع، يعني خاطر الكلان تلعب على اسم الكلان انت سيد، فهمتني؟ هذه بالنسبة لنهار لحد هذه هو دونك تروح مزيان ياسر وقوي ياسر على الاخر، فيه برشا فايت وبرشا ستريس وبرشا برشا برشا لاعب. مرحبا بكم، تنجموا تفرجوا تنجموا كان انتم زاد اخويا تفرض تنجم تفرض روحك تفرض روحك ما بين الكلانات، ومرحبا بكم الناس الكوليكات. يلا هو الكونسيبت اوني في هو باش يكون ايفينمون نتاع فان 2018 بالنسبه للكلانات. ديما نعاود نذكر نقول بالنسبه للكلانات ليفينمون يتمثل هما 6 كلانات موجودين في الديسكورد التونسي، واللي ما يعرفش الديسكورد تو خليوكم مليان ديجا في الشات جينيرال نتاع الديسكورد تنجموا تلتحقوا بينا، ومن الديسكورد تنجم تلقاو 6 كلانات، وتنجم بيان سور تلقى باش تعمل دوموند باش تدخل في كلان من الكلانات هذوما، يكونتاكتيك الليدر ولا الكوليدر تاع الكلان هذاك يحكي معاك بيان سور ويفسر لك كيفاش تنجم تلتحق بالكلان. الكلان هو فريق معناها فريق معترف به. الستة هذوما 6 كلانات ان شاء الله باش يلعبوا وباش يتنافسوا، اسمها حرب الكلانات، باش يلعبوا في 3 خرائط. عملية النزول متاعهم كل كلان بالقرعة صارت باش ينزل في مكان معين، طور التفاصيل هذه الكل ان شاء الله نمدوا لكم بها نهار لحد في ديبريف قبل ما تبدأ المباريات هذه. بيان سور اللعبة كيفاش باش تكون؟ قلت باش تبدأ 3 مباريات، اللعبة موجود بيان سور سكور متاع السيرفي اللي باش يجي له عنده 600 نقطة من كل كلان، وفما بونوس متاع الكيل على كل كيل عندك 15 بوان دو بلوس. اكيك باش تحسب بيان سور اللعبه في 3 ماتشات باش فخر في الروم الثالثه الاخرانيه باش نعرفوا ونكتشفوا شكون الكلان اللي فاز بال بهال بالليفينمون هذا الكل معناه اون جينيرال. بعد ان شاء الله في الاسبوع المقبل عندكم الناس الكل موعد مع ايفينمون متاع فان 2018 كذلك، اللي هي اسمه احسن سكواد 2018،
واللعبة بسكواديت وباش تكون بالتسجيل، والتسجيل ان شاء الله باش يصير على الديسكورد كذلك، تو تلقاو كل التفاصيل ان شاء الله في تلقاوها في بيان سور الكونتاكت نتاعنا على موقع التواصل الاجتماعي نتاعنا كالعادة، او بيان سور تنجموا على الفيسبوك تلقاونا كذلك موجودين. هذه العملية كل بكل اختصار. يلا مالك، ان الروم الثانية حاضرة، هات الروم غسيل مزروب، هات الروم هات الروم دافيد توا الروم باش تبدا، باش نعطيكم ليدي والمود باس ان شاء الله. اوكي شوفوا الفيسبوك، ديزولي راني ساعة ساعة ننسى روحي. يلا الايدي متاع الروم الثانية سهلة برشا، الراجل سهلة كوم بونجور. الولاد عندكم في ديكم اربع دقايق باش تلتحقوا الناس الكل بالروم هذه. وبالله حاجة اخرى ديما تأكدوا اللي توما متلي شارجين الماب كوم يلفو. يلا الايدي باش تخرج على اللايف مباشرة، 5 6 0 3 2 5 6 0 3 2 والمود باس 1 2 3. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. يلا شباب يلا.
مرحبا بك لو سالم ينصير في الشركة على إيدي والمود باس ديجا موجودة هيك 5-6-0-3-2 والمود باس 1-2-3. نشكرو داني برلا على مونتاج فيديو تحضير تاع ليفينمون تاع بالجي ويروك. صار مشكلة في الروم كل شيء صار في اللايف فقط وتنطلق الروم تاعنا. نعاود نذكر اخر مره بالايدي 5-6-0-3-2 5-6-0-3-2. يلا 99 لاعب يبقى. طيب خلصنا تقريبا 100 على 100. يلا خلينا نشوفوا قداش من لاعب مش متلي شارجي ميرامار. يلا يرجع الكونتور يتيح ولي في 94 96 97 98 99 و100. حبيت نرحب كذلك بحمدي ASD مشترك جديد معنا في القناة وبهكا نوصل 942. ماذا بينا يا شباب بدعمكم انتم الناس الكل نخلطوا الميل سبسكرايب في اسرع وقت. يلا هذه الروم الثانية متاع الليلة بديت باش يكون في ميرامار. بالله راهو باش نحب ناكد على حاجه يا شباب اللي راهو اللي خرجوا راهو خرجوا من السيرفر اوتوماتيكمون خاطركم ماكمش متلي شارجين الماب نتاع ميرامار. راني نقولها لكم من توا وهذه ديما نقولوها. فما حاجه اخرى باش نلعبوا الروم الجايه في سان هوك يهديكم ربي تيلي شارجيو الماب تاع سان هوك زيد. دونك باش تبدا الامور واضحه راهو ما نخرجوا حتى واحد احنا من الروم راهو التخريج يصير اوتوماتيكمون من عند من السيستم يعني هو بيدو نتاع. يلا هذه الطائره ديجا تقلع الطائره تقلع. يلا زوفري مره اخرى يستحوذ على قياده الطائره 61 رويال باس. الطيارة تمر أول مكان تمر فيه هي الجزيرة الصغيرة متاع لوس هيغوس وين موجود السجن فالديلمار شو مخيرة ميناس ديلفال باش تمر كذلك على لوس ليونس لابانديتا بيكادو
سامارتان ولا سندا ديل باترون ماهمش بعاد، وباش تنتهي في الاخر قبل ما تنتهي فما الازهر، وبعدها فما الكومبو ميليتاري غاديكا كذلك، ممكن نتصور فما حتى شكون باش يوصل غاديكا، من بعدها يتحمل مسؤوليته كان ما يلقاش سياره باش يوصل، لانه بالحق ديما صعيبه عمليه النزول بالسياره. يلا قاعدين نشوفوا في التيم ثلاثه قريب من تيم اثنين، لان في عمليه النزول في اول الطائره بقيه الشباب مازالوا يحلقوا. انا باش نمشي لبيكادو باش نشاهد في بيكادو فما برشا تيمات، بلوتو زوز تيمات الى حد الان، ثلاثه تيمات، تيم 6 تيم 12 تيم 13. يلا هذا فاروق هميلة موجود في الكازينو متاع بيكادو. يلا عملية الفايت تنطلق، هذايا الملك يطيح جهات. اوه الملك يتيح على يد كينج علاء بالبيستولي، ممتاز كينج علي. نبدي كذلك في رصيدو كيلي لحد اللحظة. اكسوتيك و باندجراوند و افتوحي طه موجودين في التيم 6، هات نعمل عليهم طلع وين موجودين. اذايا بليتشي طايح في دي تي ان الان في منطقة اخرى في مكان اخر. اكسوتيكي طايح فاروق هميلة، بليكسي طايح يخلص على فادي، و تلقى النار على بانتا الان، فتوحي طه ممتاز، اوبا بانتا يتيح على يد نوبدي. ديابلو يطيح ياسين تي ان زملاء، سباوتي يطيح لاعب ميش، بلشيت يخلص على بيبي، حسين كمون يطيح زوفري الان يخلص عليه انوكي وبعد يفينيشيه فيسا فيسا بسرعة البرق. هذه عملية الاسعافات من تيم 6 على زميلهم. نوبدي يزرب يدخل وحده، نوبدي يزرب يدخل وحده وبالتالي يتيح، يقعد كان لاعب بركة من تيم 13 اللي هو سنايبر باندا فقط. بقية تيم 12 هاوي نشاهدوا فيه، تيم 12 فيه حسين وسامة وأيوب. يلا باش نحاولوا ناخذوا مكان آخر، نحاولوا نتبعوا منطقة أخرى. يلا مازالت المواجهات لا محال في منطقة بيكادو، 38 لاعب يقعدوا موجودين ولا مقسمين في 23 تيم إلى حد الآن. وفما إطلاق نار لنا، إطلاق نار وينزل تيم 6 بوب بوب بوب. باندا باندا يا باندا، باندا يقعد وحده. تيم 12 خطير، شوفوا حسين من العراق على ما اظن، علي العياري طيح بروجيكت لهنا. هذه المواجهات كنا نتبعوا فيها ديجا مباشرة من بيكادو. يلا نشوفوا مكان اخر، تيم 3 موجود عادي، تيم 25 ممكن. اوبا يلا شوف شوف يا شباب الجماعة هذوم الكل فاش يعملوا لهنا، تيم 4 تيم 5 تيم 19 تيم 20 تيم 22 هذوم الكل موجودين قراب وبحذا بعضهم بجنب بعض لبعض. يعني اكثر من 15 لاعب مش موجودين في نفس المنطقة.
احنا نتبع في الليدر احمد هات نشوفوا المنصوري تي ان من تيم اربعة قاعد يتحرك بلادن 007 زميله كذلك قاعد يتحرك ويلقاو سيارة الان نشوفوا لوروا من تيم 19 يلعب مع هاش ياسين نضال هيتمان و الياس من تي ان جي تيم 20 فيها ذا كيلر تي ان حسين كمون احمد ونسوكو تيم 22 فيه ليدر زيد عفوا عزيز تي ان و جوست ميلك عفوا متلق النار من هاش ياسين على نسو سكوب عليه بالميني 14 على فواويت يشوف فيه حتى شوف يوبا يخلص ياسين كان يشوف فيها يلا الجو يهدأ ذا كيلر مصاب شوية واحد من تيم اربعة كذلك مصاب شوية فما مولوتوف القدام كان طيشة لاعب هاش ياسين يطيش جرينيد الان ممكن على احمد وفما تحركات بحذا اللاعب زيد او فما شكون اختار يبعد بالسيارة الان ناخذوا صورة بالدرون ناخذوا عليها اكثر فكرة يلا تيم 22 يمكن بعد شوية على منطقة المواجهة ومنطقة الاشتباك يخلي تيم 20 وتيم 19 في بعضهم حاليا ذا كيلر تي ان يطيح نضال هيتمان حمزة يطيح ليدر رفيق يلا ياسين يخلص على ليدر احمد يفينيشيه ذا كيلر عفوا يخلص على هاش ياسين لاعب من المغرب يعني ينقصوا برشا يقعدوا طيب خمسة لنا يدخل شوية على الخط لشنوف وقدور يدخلوا شوية على الخط يلا ليدر احمد تصير له عملية الاسعافات او فما لوروا ينزل قاعدين شاهدوا فيه لوروا يعمل عملية دوران المنطقة قاعدة تتحرك وباش تدخل انا على الخط باش تدخل على نقطة المواجهة الياس لنا قاعد شوفوا لوروا منين عملية وممتاز لروا كما قلت لكم شوف دار لهم الزوز لهنا يفينيشيهم يخلص عليهم وما يخلي ما يخليش امل حتى واحد يقعد من تيم 20 حسين كمون فقط تتبعوا بالكاميرا ها وين موجود حسام هميلة لنا ينوكي لاعب الان 65 لاعب مازال موجودين 10 دقائق لعب فقط عنا حسين قاعد يشاهد فيهم اللاعبين هذوما لكن طبعا ما نجمش يفتح النار الا ما يأمن نفسه يلا حسين كمون ممتاز لهنا يطيح اللاعب نضال هيتمان لكن لوروا مازال موجود في الخلف حسام كنت اتوقع انه الكل
مروا لكن لا مش صحيح. يلا تيم 19 لنا يدخل معاه على الخط. تيم 21 تيم نوسا سباوت وسامة ومالك اليوم بدورهم قاعدين يتحركوا الآن بالسيارة، ممكن باش يتقابلوا بحذا التيم 19 أو قراب شوية لبعضهم، وهي تقريبا قراب شوية لبعضهم. يلا نمشي نعمل طلة في البوزو. تيم 15 في البوزو سايب صالح واسم ياسين من فريق ليكوموندوس تي ان ايمن ومن بانوميزا عزيز، يلعبوا مع بعضهم فرد تيم. عزيز يزمو هيلي روحو، هذا ما هو قاعد يقوم به. علي تي ان لنا يتيح، 57 لاعب يقعدوا معانا. فراس لنا يطيح اللاعب بورفيكس، او بست هنتر كذلك ينوكي لاعب الان. وين موجود المواجهات هذه؟ ممكن في عملية الدخول سبليكس يطيح عبدو 90، مش عارف المواجهات هذه اين موجودة. اخزر منطقة الدخول على مستوى الهاسندا ديل باترون، ممكن فما مازال فما شكول هناك. كونتاكت من تيم 17 لن وقعت في انشاجن في تيم 17 بحذاه واحد من تاعم اللي قعد سبليكس بحذاها، وكونتاكت من في منطقة هاسندا ديل باترون. سيد زواوي طيح حسني، هاو سيف زواوي لهنا. مواجهة بالتيم 18 والتيم 24، او سيف قاعد يعمل في الاسعافات الاوليه لفورفيكس. اوبا يخلص حما، يخلص على بيست هنتر ويقعد وحده من تيم 18، ممتاز جدا. يلا الكل تحاول تدخل، الكل تحاول توصل. يلا تيم 22 على تيم 12 قرب ياسر لبعضهم. تيم 22 فيه زيد عزيز وجوست مالك، وتيم 12 فيه حسين أسامة وأيوب. أسامة لا والله ما نعرف انا واحد هكاك كالعادة. الصوت يعاود يرجع بعد ما قلنا ما عادش باش يرجع، عاود رجع. يلا ورينا تيم دو، تيم دو مه شوفوا لكم تيم دو. تيم دو تروفليكس، تيم دو في تروفليكس ام سي شيكن وينجز واللعب فوتكا. طالع تاخذهم نشوفوا شكون بحذاهم موجودين وحدهم الى حد الان ما عليهم حتى كونتاكت تقريبا. تيم اثنين اللي هو موجود في اواخر منطقة لوس ليونيز وقاعد يتوجه رويدا رويدا للزون نتاعو، ما عليه حتى شيء اكتوالمون، دونك نرجعوا له في اوقات اخرى. يلا كونتاكت من تيم 17، يخلص تيم 17 ما خلطناش خلطه متاخرين. فما 21 تيم 1 تيم 4 قرب برشا لبعضهم قاعدين يدخلوا للمنطقة. الزون هذه كما قلت هي الزون الثانية اللي باش تتحرك في أقل من 30 ثانية الآن. فادي طيح جوست مالك الآن، يلا نرجع على الكونتاكت تاع تيم 22 يدخل مع تيم 16 تيم 12 وتيم 5 يقتربوا برشا لبعضهم. تيم 16 فيه فادي، فادي قدية شعيب فراس ونادر. تيم 22 زيد وعزيز مازالوا حيين. تيم 12 أسامة وأيوب، أو فما كونتاكت لهنا تناخذوه. عزيز ديجا نوكي، أسامة اف 13 يتيح بالزون الآن. فراس يخلص على عزيز،
يلا كاميرا على تيم 16 اجري ربو معك برا اجري ربو معك وفما كونتاكت عليهم لنا من تيم 12 وقاعدين شاهدوا فيها موجودين مقابلين لبناية مباشرة ممتازة من اللاعب في راس او يبحث ديجا نشافه خلاص شاف اللاعب وسامة وممتازة ممتازة ممتازة الاصابة بالكار ممتاز اللاعب في راس يستعمل على احسن وجه سلاح الكار يقنص بصفة ممتازة يلا وسامة في تريز يخرج بصفة رسمية من اللعبة مات بالزون ما قتلوا حد هذا يلا ممكن تيم 12 باش يحاول يعمل اسعافات لزميله لكن هو تيم شبه محاصر الان ممكن عنده فرصة النجاة في راس مرة أخرى يتألق بسلاح الكار الريزون تدخل على الواجهة كذلك لاعب شعيب بسلاح الاسكاياس الآن تيم 21 يقترب رويدا رويدا ممكن يقوم بعملية الإسعافات الآن يلا فما واحد من تيم 24 يدخل على الخط واحد واربعين لاعب مازالوا موجودين لحد الان يلا الكل تغير مكانها لهنا باش تحاول تتوجه من تيم 25 لان توجهوا للدروب تيم ديابلو وغارينجا بقية الفرق قاعدة تدخل تحاول تأمن عملية الدخول متاحة رويدا رويدا تعملوا طلعة تيم 21 عندهم كونتاكت مع المهف وحمدي كمون من تيم 8 او مالك ممتاز يخلص على حمدي كمون بجرينيت كنا تابعناها اللقطة على المباشر يلا سباوت يخلص على لاعب مهف تيان ويقول لنا فما لاعب اخر يدخل عليهم على الخط اللي هو من البانوميز في التيم واحد اللي هو سبليكس او داخل رويدا رويدا واحدة واحدة داخل على روحه دم وديجا موجود الشطر لكن يتوقف يتريث يعمل عملية الاسعافات متاعو وينتظر الدخول او هو دخل اصلا امن لا مازال ما دخلش المنطقة الجديدة الزون الجديدة اللي باش تبدا في اقل من 30 ثانية بعيدة حقيقة يلزم اللاعبين الكل اللي موجودين خارج المنطقة معناها كي نقول لاعبين الكل من تيم واحد تيم 12 تيم 8 يأمنوا دخولهم للمنطقة شو ما خير النهاية بشكون تقريبا يلا فما كونتاكت من ياسين على تيم 5 تيم 15 يلا نشوف شوفوا تيم 15 تيم سايب صالح ياسين وأيمن هذا عزيز على الصورة يشوف الاير دروب اللي نزل بحذهم برشا لاعبين مرة اخرى يعني مباراة كاملة ديما بحذهم لاعبين وهي منطقة الدخول الاصعب
بالنسبة للجميع يلا كتمركز كتموقع وتقوقع ممتازة من تيم 15. يلا تقريبا كلهم يلتحقوا في نفس المكان تقريبا. سنايبر انت يا عندك كمان سنايبر. زيزو يعمل الرقصة الجميلة ديك تلهيت تبوشي خير ترقصنا في اللايف. يلا يلا جيبوا يلا جيبوا عاد هيل شوت نحب هيل شوت لنا ياسين ممتاز يطيح لاعب محمد صلاح. يلا مازال امامهم مازال امامهم التيم خمسه. يلا ايمن ممتاز انه يطيح قدور الصورة تتوقف ترجع. جون ويكش ناخذوا صورة اعتراضيا. جون ويكش وحده من تيم تسعة وقاعد يبوشي على تيم 15 قاعد شاهد فيه وين موجود. لهنا سباوتي خلص على بس بيليكس اللي قلنا لكم دخل واحد وكم سيارة الباقي. يلا شوفوا من العراق على ما اظن حسين. لا اوبا حسين يخلص عليه ياسين من اللي هو سما ياسين يخلص على حسين يخلص على ايوب كذلك ممتاز. ياسين عنده 4 كيلات في رصيده حد الان. يلا تاخذوا سايب صالح. الأجواء تهدى بعضا من الشيء. ليو حبيب ممتاز هيل شوت ممتازة يطيح اللاعب حما الآن. يعني الأجواء لنا تقعد عادية. هذا تيم 21 سباوت ومالو قاعدين يتحركوا بالسيارة يقربوا برشا من اللاعب ليوناردو شمس أو أمامهم تقريبا ونزلولو سباوت ينزل ليوناردو شمس. وهزني شو الفيديو اللي بعثتيني زي كلها جرينجا ممتاز يطيح اللاعب ام سي فودكا ويخلص عليه. شنو الفيديو اللي بعثتيني ذيك؟ يلا تيم 15 كذلك يستعمل السيارة ويتنقل. 19 لاعب زين موجودين. يلا يمكن تيم 15 يختار باش يتنقل ويوصل حتى الاير دروب لكن نعرفوا اماكن منطقة الصحراء معناها صعيبة بعض من الشيء. ها فما بوش عليهم من تيم 21 يلا ولا سيب صالح وزملاء وينزلوا للدروب الان وقاعدين يسمعوا في طلاق نار مش بعيد عليهم برشا. عارف ها فما كونكسيون تيم 24 تيم 6 قرب برشا لبعضهم وهذا لاعب امامهم طايح من تيم ثلاثة ديابلو لانه ممتاز يطيح مالك عزيز يطيح ليو حبيب. خمستاشر نجارينجا ممتاز يخلص بالهيل شوت على سباوت. ديبي يروح سايب صالح زاد كذلك يتألق.
يلا تيم 15 تيم 3 تيم 18 وتيم 25 لنا باش يصير كونتاكت على ما اظن من دي برو كونتاكت صار خلاص بانتا يخلص على دي برو بانتا وحده وقعد في التيم 6 يتفرج عليه تيم 25 باش يواجه واحد بالتيم 9 اللي هو جون ويكش او يفتح عليه النار اوبا ويخلص بالتشيتس يخلص على اللاعب هذا يقعد 13 لاعب فقط لان تيم 25 باش يلقى امامه زوز من تيم 18 اللي هو سيف الزواوي وحما كان مازالوا بعاد عليه شويه نقعدوا لنا تقريبا يدخلوا على كافة الخط 13 لاعب لانه المنطقة الخامسة عنا 26 دقيقة و 40 ثانية لعب بدينا كما قلناكم بمئة لاعب فما زوز لاعبين او اقل حتى هذا ياسين ممتاز يلاح لاعب بانتا الان 12 لاعب يقعدوا موجودين في ثلاثة تيمات تيم 15 كامل 4 لاعبين تيم 25 كامل بأربع لاعبين وتيم 18 كامل بأربع لاعبين قعدوا زوز لاعبين بون لليمين جابدين رواحهم شوية هما من تيم 3 وقاعدين نشوفوا فيهم قاعدين يتحركوا رويدا رويدا للمنطقة لعب فري ولعب ايس مش عارف اسفلو يوصلوا لو يوصلوا لباس يوصلوا لباس او لا ما يوصلوش لباس ما يوصلوش لباس لانه فما شكون شاهدهم ياسين لنا ممتاز يطيح اللاعب ايس اوبا ياسين يطيح كذلك اللاعب فري هيتس بلاكس يخلص على عزيز الان يلا يلا نشوفوا البوش هذه ديابلو تي ان اللي هو بسيكو في الاسم القديم نتاعو ما يطلقوا في النار على حد ما عاد فما حد غاديكا ستة لاعبين يقعدوا تيم 25 وتيم 18 تيم هذا هو اللي هز الروم لولا اللي فيه غارينغا ديابلو بليتش والياس لهنا قاعدين ديجا حصلوا المرتبة الثانية تقريبا حصلوا المرتبة الثانية أربع لاعبين ضد زوز ضد سيف زواوي وحما من تيم 18 هات ناخذوهم احنا نشوفوهم وينهم موجودين او لنا تفتح عليهم الصورة يلا سيف يتراجع حابب متراجع يخليه اللاعب الياس انفنكات يقرب اكثر على ما اظن هو محبه هكا الياس يصعد الياس يبوشي ما يخافش يلا هات نتبعوا الياس خطير الياس يصعد لهم وحده ويطيحهم الزوز جي جي التيم الياس بلشيت غارينغا وديابلو هما اللي جاوا في المرتبة الأولى الياس عامل دو كيل بلشيت عامل سبعة كيلات غارينغا بثلاثة كيلات وديابلو بستة كيلات في المرتبة الثانية جاي فورفيكس سيف حما وسلطان عنده فورفيكس كيل واحدة سيف دو كيل حما دو كيل المرتبة الثالثة جاي فيها عزيز أيمن ياسين وسيب صالح ياسين تألق لهنا وعامل سبعة كيلات سيب صالح أربعة كيلات عزيز بدو كيل وأيمن ما عنده حتى كيل بقية النتائج هاو قاعدين تشاهدوا وتابعوا فيها معانا على المباشر احنا جيت فاصل موسيقي قصير وقصير جدا من بعدها باش نعطيكم الايدي والمتباس تاع الروم الثالثة والأخيرة هي حاضرة أصلا بس باش خلي لكم معناها فاصل موسيقي قصير باش تثبت بالله العباد الكل اللي مانيش متاكده من رواحها مش تيلي شارجيا الماب نتاع سان هوك بالله يتاكد توا
باش من بعد ما يقولش اش بكم خرجتوني ولا حاجه. راهو احنا ما نخرجوش كما قلنا لكم، راهو هذيك حاجه اوتوماتيكمون. الناس كذلك، الناس كل اللي تسمع فيا بالله لايك للفيديو، بارتاج بيان سور ما ننسيكمش، والناس اللي مازالت ما التحقتش بينا بالله سبسكرايب يا شباب، اشتراك في القناه كان تعملوا مزيا، وتفعلوا اكل جرس اللي بحذا السبسكرايب باش يوصلكم كل لايف جديد. يلا كان الناس كلها حاضره ديجا، خاطر ما تقعدش برشا تيليشارجمون تاع الماب هذيا، نولي نتعدى ديريكتومون نعطيكم الايدي والمود باس، شدوا بلايسكم لو طون كو الناس الباقيه حضرت. ميرسي مالك لامننا في الرومات. يلا نعطيكم الايدي والمود باس 70177، الايدي 70177. المود باس تعرفوه بالعادة، ناس كل واحد فين شافا. اهلا وسهلا بكم ناس
يلا يرجعوا نرجعوا للروب تاعنا 68 لاعب التحقوا بينا لحد الان اللي ايدي شباب 70 177 والبودباس 1 2 3. And I know she'll be there for me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. Yes, I know, yes, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know you can't go. To come, all the mystery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. She told me you'll never be.
رفيكوس. عليكم السلام. شو الحال؟ ماشي عندك ولا ماشيين سفال ولاد في فورمة ولا كيفاش؟ داخلين في الفورمة. وقداش من كلام موجود عندنا؟ موجودين قداش من كلام موجود عندنا في الرومادية؟ 6 كلانات موجودين من تحت. شكل راح وتعدى. شكل راح وتعدى يا رفيق. لا 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 قاعدين يعني في بالي الفانهوميس قاعدة تحضر يعني لنهار الأحد. ملمومين في الديسكورد يا رفيق. يعني حاسس قاعد ما نشوف معناتها حاجة مزيانة ياسر خاطر كل كلام شفر روحه ما بين ستة. معناتها وحاجه نظيفه ياسر بالبوانات معناتها وما غير ما فماش اللي يقول لك كامب ولا حكايه معناتها عندك بواناتك وعندك الكيلات نتاعك وعندك حاجه مزيانه ياسر. بوت كامب مازالوا يعملوا في فريق الحلزون ولا ما عارف سي بون جايين في بيه. الزون فما برشا عباد يقول لك نعمل كيل خير ما خير ما نمشي للزون. والله انا فهمتش مش معناتها يقول لك هيك بالفم بالفعل نتاعو معناتها ترى الزون معناتها ما يمشي للزون كما تضربه معناتها فهمت. اما لكن كان يمشي للزون نجم يقتل اكثر ما يقتل هذاك يا رفيق.
معناتها كل واحد لا ولكن فهم برشا عباد تنساها الزول. كارونا وائل قال لك فما تروح واحد آخر. بطريقتنا غدوة الشباب الربق طبق مع وتريح سخون ياسر فهمتني شباب السبت يلا ربق طبق مع زبدة فهمتني شباب غدوة غدوة نهاية رمزيان غدوة السبت معروفة عاد الكلها الكلها الباقي تقليد هذه جينا يا معلم والله باهي باهي يا رفيقي هاي هاي لا معروف الباقي تقليد هاك ما يطلعش يسمع فينا يلا حالي الماط رفيق صوتك يا رفيق ما نعرفش ما قالك صوتك قص اي ترى لحظه نعمل كنترول نغير وقعد كيك رفيق نفس الشيء يمكن عاود رجع تو يمكن قص الصوت عنده برشا صوت رفيق قص والله ما نعرف ممكن ممكن صار لا لا ها سيبوا سيبوا لا يمكن تو عاود رجع المايك ممكن كان صارت فهم مشكله لا. صغيره وعاود رجع الان باي انا عاود لهم لا عاود لهم لا 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 حاجه مهمه ياسر يا رفيق عاود لهم شو اسمه الروم 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 شو اسمه روم غدوه ركز فما معنا روم غدوه نحن الاصل اسمه نحن الاصل والباقي تقليد اها والباقي تقليده ام بكري ذولي كنا نحكيه مقصوص الكل فما كان صوتك خارج يمكن صارت ميكرو تقص وما فقدش بيه هنا وقعدت نحكي معناها نحكي من اول من اول الروم هذه نحكي وحدي معناها برامو لا 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 ها كنت تحكي سافا كنت نسمع كنت نسمع شويه ومن بعد تالي قال لك تحكي كنت عليك تحت الماء معناتها ضعيف يبقى تو سي بون قال المهم نشوفوا السيد والجميع دوري حتى المهم قداش من واحد مازال معانا 23 لاعب موجودين في 11 تيم حاليا وصلنا ل قرابة 19 دقيقة لعب نعرفوا لخريطة سان هوك هي خريطة 4 كيلومتر على 4 كيلومتر معناها وصغيرة والسيف زون متاعها أقوى برشا وحتى في الديوري معناها ما تفوتش 25 دقيقة تقريبا معناها هكا معناها حسب التقريب اما معناتها بالنسبة اللي يمشي على السقيه بها هي مش خايبة رفيق يعني بتبيعة هي فيها فايت اكثر بتبيعة بحكم قرب المسافات معناها من اقل من حسب الإحصائيات اللي موجودة واللي معمولة من الموقع الرسمي خريطة سان هوك فيها 117 سيارة موجودين مريتهمش أنا واحد من الناس يقولك 34 قارب موجودين على ذمة اللاعبين الله أعلم أما لكن رفيق بالنسبة عندي الزحويش نحكي عليهم بالنسبة للكهرباء زيرو
ما عجبتنيش هذا الطرف الكهرباء الجديدة اللي زادوها في السنة هوك. وحاول حاجة الأخرى اللي هي الماب متاع الثلج ديجا هبطوا الفيديو متاعها على حطوها في واللي على اليوتيوب ديجا شفت الفيديو فكري مزيانة مزيانة عجبتني يعني ايس ممتاز لنا بالهيلد شوت. ان شاء الله نعود لكم في اكثر تفاصيل واكثر معلومات على التحديث الجديد ديجا كما قلنا لكم عليه في سابقا، ان شاء الله نعطيكم اكثر تفاصيل عليه التحديث هذا وقتاش باش يجي. ممكن ياسر باش يجي اخر شهر هذا مش مؤكد. الشركه تحب تزرب شوي لانه فما العاب منافسه كانت سبقتهم ونزلت خريطة الثلج بدورهم هما معناه يحبوا يزربوا شوية في الحكاية هذه على ما أظن. بربي رفيق اللي قاعد تشتكي فيه اسمه ايس ايس هو من تيم سبعة صحيح؟ لا عامل سبعة كيلات. لا اللي عامل سبعة كيلات اللاعب فخري من ال تي والله قاعد نتفرج عليه لعبه مزيان ياسر ديجا تروكيل في السيكوند مزيان على الاخر مزيان على الاخر لعبه جيد. اه يخلص على ليو حبيب الان من تيم 21 لعبه مزيان ياسر تحفون مازال اللاعب دبة كذلك. يلا خلاص ايس خلاص ثلاثة رومات واضحين. وهذه اخر روم لعبنا ايرانجل ولعبنا ميرامار وهذه الروم مازالت قاعد تلعب اللي هي سنهوك. بالنسبه اليوم وفينا ما غدوه السهريه الصحيحه والسهريه القويه سهريه السبت معروفه والعباد الكوليكات جفاء وقت ليبر وقت من غدوه فما احد ما فما ما عندك ما تعمل يعني سهريه الصحيحه ديجا عطينا الاسم نتاعها والكلانات الكل ان شاء الله باش تحضر وغدوه سهريه مزيانه ياسر ان شاء الله. بالنسبه للوقت الحالي فاول الرومات يلا اربع لاعبين مازالوا موجودين من تيم سبعه فخري وزميله الفرحان الفرحان عامل 6 كيلات وفخري عامل 8 كيلات معاهم تيم 24 بلشيت والياس 24 الياس عامل 4 كيلات وبلشيت عامل 3 كيلات. على فكرة الياس وبلشيت وديابلو تي ان وزميلهم هذه تقريبا واصلين للروم الثالثة اللي باش يهزوها الليلة معناها سكواد باهي مزيانة ياسر عجبتني سكواد ممتاز. هذا لاعب يتيح لنا فخر يتيح على يد بلشيت من تيم 24 يب تقعد مواجهة اثنين ضد واحد. يلا نشوفوا اللاعب فخري وين موجود ممتاز فخري لانه يطيح الياس وتقعد مواجهه واحد ضد واحد اوبا وبلشيتي يعاود يهز الروم الثالثه لليله ممتاز. على الاخر تيم الياس ام 24 بلشيت غارينجا وديابلو كلان لواسام ممتازين على الاخر كذلك حقيقه معناها نقولوها تيم هذايا ال تي اللي فيه الالتي فخري الالتي علي عياري باندا والالتي الفرح كذلك ممتازين على الاخر معناها 8 كيلات الفخري 6 كيلات الفرح بيان سور الناس كل يعطيكم الصحة على المتابعة والانتباه. تيم كذلك اللي فيه جاي في المرتبة الرابعة اللي فيه غسان البرني واشرف كذلك تميز وغسان عامل 6 كيلات البرني ب 3 كيلات واشرف
بزوز كيلات. بقية النتائج قاعدين تشاهدوا فيها معنا تباعا الناس الكل. يلا مالك، مش عارف قلت مالك حسين، عندك شي إضافة، عندك شي كلمة تحب تقولوها قبل ما نختموا بثنا؟ والله شباب ما نطولش عليكم، نحب نقولكم يعطيكم الصحة، سهرية باهية، ونذكركم اللي غدوة السهرية ما أقوى برشا. وآخر حاجة بالنسبة مضابية لعبات الكوليكا تلعب مضابية، ما نحبش اني لعبات تتفرج، نحب لعبات تلعب، نحب نشوف عبات كور مخير. دونك هيك علاش اني حبيت نعاود نحكي لكم على الحكاية متاع كيفاش تعمل الليبسيون معناتها في الكلانات في اللي هي بالديسكورد. ويعطيكم الصحة وبونوي، هذيك اللي نقول لكم. يلا انا بدي اقول لكم الناس الكل ميرسي بوكو على حسن المتابعه والانتباه، ان شاء الله نتقابلوا غدوه كالعاده انطلاقا من 9 متاع الليل. الى هنا تحيه كل فريق ببجي موبايل تونيزيا ستريمينغ، صحه على خير ناس الكل، نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت 9 متاع الليل. الى اللقاء.